بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم أخبار بلدنا. في البداية برحب بزميلتي الأستاذة شيماء عبدو اللي منوراني النهاردة في الحلقة معايا. أستاذة شيماء منورة الدنيا. أهلا بيكي يا أستاذ سيد. أهلا بيكي. برحب برضو بالضيوف الأعزاء، الأستاذ سيد مهندس سيد جمعة أبو وهاب رئيس مجلس إدارة شركة هاي سيرب. أهلا بيك يا باشمهندس منورنا النهاردة. أهلا وسهلا بحضرتك. الأستاذ سعد عوض مدير مبيعات شركة هاي سيرب. أهلا بيك يا أستاذ سعد. أهلا وسهلا بحضرتك. منورين النهاردة في الاستوديو يا باشمهندس. وطبعا حضرتك كنت معانا في مسابقة الميك اب ارتست، ويعني احنا اصرينا ان احنا نعمل اللقاء ده مع حضرتك لانك واجهة مشرفة وتستحق عن جدارة ان انت تكون من الشباب اللي احنا بندعمهم واللي الدولة بتدعمهم في ظل الدعم الكبير اللي مقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب الطموحة. ويعني نبدأ على طول كده يا باشمهندس، بعد إذن حضرتك حابب بس أتعرف على يعني إيه هي شركة هاي سيرم؟ إحنا شركة هاي سيرم شركة تصنيع مواد بلاستيك، مادة البي بي آر ومادة اليو بي بي سي، أنظمة المية وأنظمة الصرف. إحنا شركة رائدة في صناعة البلاستيك، بدأنا إنشائنا في 2019، بدأنا ننزل السوق وبدأنا نشتغل وبدأنا نعمل قاعدة عملاء وقاعدة موزعين، وفضل الله وفضل ربنا سبحانه وتعالى قدرنا في فترة وجيزة جدا وقليلة جدا ان احنا نفتح 10 محافظات في الصعيد وواجه بحري، وفضل ربنا المنتج على كفاءة عالية جدا وعلى جودة عالية جدا، وفضل ربنا سبحانه وتعالى وفضل الناس اللي معانا اللي هم خيرهم علينا، السادة الموزعين وكل العاملين بالشركة هم سبب وجودنا هنا. أكيد أكيد. طيب يعني في البداية بس خالص يعني كده عشان حتة يعني الناس احنا اتكلمنا فيها في حفلة الميك اب ارتست وناس كتير علقت عليها، انا برضو عايز اعيد حتة مصطلح او تايتل اصغر رئيس مجلس ادارة شركة في مصر. كام سنة الاول يا مهندس سيد؟ انا عندي 30 سنة. 30 سنة ما شاء الله. دخلت مجال التصنيع وانا عندي 25 سنة. تمام. من 2015 في مصر عامة اي حد عايز يشتغل وعايز يعمل اي حاجة لازم يكون هو مقتنع بيها. رقم واحد، لو هو عايز يبقى موظف هيبقى موظف، هيفضل في الطائفة اللي هي بتاعت الموظفين. لو هو عايز يبقى راجل عامل عادي هيبقى هو راجل عامل عادي. عايز يبقى مدير مبيعات، عايز يبقى رئيس مجلس إدارة، عايز يبقى فنان، عايز يبقى مذيع، لازم تكون عندك الإرادة الداخلية اللي انت بتشتغل عليها. تمام. والتوفيق ده بتاع ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. تمام. اللي هو ايه، ان انا ما افضلش قاعد مكاني واقول انا عايز اصبح الصبح مثلا ابقى مكان الاستاذ سيد. لا، الاستاذ سيد النهاردة لما وصل للمرحلة اللي هو فيها تعب اجتهاد، جاء على صحته، عدم نوم، تركيز، مذاكره، ما بيجيش من فراغ. فطبعا انا مش ما صحيتش الصبح لقيت نفسي مصنع ولا لقيت نفسي رئيس مجلس اداره، لا. الموضوع ده طبعا قبله عواقب كتيره وقبله حاجات كتيره، سهر ليالي، سفر، تعب، شقه، معامله ناس، دعوات ناس، ناس كتيره لها الفضل في الموضوع ده. فاي حد عايز يوصل لهدف لازم يبقى هو مقتنع بيه من جواه. اكيد ما حدش هيصبح الصبح هيقول لك لا انا عايز ابقى رئيس جمهوريه، لا عايز ابقى وزير. لا، النهارده الوزير ورئيس الجمهوريه عشان يوصل للمرحله اللي هو فيها دي واصل تحديات وصعوبات كتير قوي. عدم نوم، كتير قوي. كتير تعب، شقه، مذاكره، اجتهاد واصرار ان هو يوصل. طبعا محدش قام من النوم ليه نفسه كده. تمام تمام صحيح. انا مبسوطه النهارده جدا ان انا معاكم النهارده في البرنامج، وكمان النهارده يوم مش عادي. النهارده ذكرى 68 لثوره 23 يوليو. كل سنة والشعب المصري والأمة العربية كلها بخير، وأحب أقول لسيادة الرئيس كل عام وحضرتك بخير وربنا يجعلك دايما عون. كل مصر بخير إن شاء الله ودايما في خير. ودايما عون يا رب المصر والكل الوطن العربي يا رب العالمين. والنهاردة معنا شباب مشرف وشباب فعلا نفتخر إن النماذج دي موجودة عندنا وموجودة في مصر، ونفسي إن فعلا كل الشباب يعني ياخدوهم قدوة ويبقوا زيهم فعلا. فبحب ارحب بحضرتك يا استاذ سعد وبحضرتك يا استاذ سيد. يا استاذ سعد، فالنهارده بقى عايز اعرف من حضرتك
تشرح لنا دور حضرتك ايه في شركة هاي ثيرم؟ تمام. حضرتك اول ما فتحنا شركة هاي ثيرم، اول ما اشتغلنا فيها تمام، كان علشان اخرج بنظام كويس جدا واعرف اشتغل في السوق واعرف ان انا اشتغل ازاي، فكنا بنقسم الوظائف عندنا، بيبقى عندنا تقسيم وظيفي، رئيس مجلس اداره، مدير مبيعات، مشرف مبيعات، وبنبدا ان احنا بنقسم بنجزئ المناطق اللي احنا ننزل نسوق فيها. يعني انا مثلا تمام، معايا بني سويف كلها وجنوب الجيزه والجيزه والقاهره تمام. انا بشتغل مشرف مبيعات، معايا ستاف مناديب مبيعات، كل مندوب فيهم بيبقى ليه منطقه مسؤول منها، المنطقه ديت بيبقى هو مسؤول الترويج للمنتج فيها ويسوق على العملاء، وده الجزء الخاص بالمبيعات. كمان حضرتك يعني سنك صغير ان حضرتك تدير كل ده وانت تكون مسؤول بالشكل ده، فدي حاجه حلوه جدا، وكمان الحمد في لله. السن كده، فبرافو عليك. الحمد لله، ربنا بس ييسر الامور كده والدنيا تمشي ان شاء الله باذن الله، وهتشوفي احسن من كده ان شاء الله باذن الله. الله يعني شركه هاي ثيرم بسواعدكم وباجتهادكم تكون في اعلى الاماكن. ربنا يعز. طيب باشمهندس سيد، حابب اعرف من حضرتك برضو يعني مراحل التصنيع عندك في المصنع، او يعني بمعنى اخص المراحل والاقسام اللي عند حضرتك في المصنع. احنا عندنا المصنع بيتقسم لعده اجزاء. تمام. بتبتدي من العامل الصغير اللي هو شغال في المصنع لحد رئيس مجلس الإدارة. عندنا عامل اللي هو شغال في المصنع، وعندنا فوق العامل ده مساعد مشرف، ومساعد المشرف ده فوقه مشرف اللي هو الخاص بالإنتاج. تمام. عندنا مدير جودة، طبعا ده لمتابعة الجودة ان هي تخرج للعميل او للمستهلك بافضل صورة. تمام. عندنا طبعا إدارة حسابات، مدير حسابات وتحته محاسبين. عندنا بعد ده دور المصنع، بندخل بعد كده على دور الإدارة. عندنا مناديب خدمة عملاء اللي هي خدمة ما بعد البيع، عندنا مناديب مبيعات اللي هي مسؤولة عن التسويق. تمام. عندنا مشرفين مبيعات اللي هي مسؤولين عن المتابعة، وعندنا مدير طيب. مبيعات. باشمهندس هقطع حضرتك بس في حتة صغيرة، انت العمالة عندك، بتختار على أساس ايه؟ العمالة عندي طبعا لازم يتعمل لها انترفيو في الأول. تمام. وفي مسؤولة اتش ار في الشركة هي اللي بتقوم بتحديد المهام الوظيفيه لكل عامل. تمام. يعني في عندنا عمال تحميل، في عندنا عمال انتاج، في عندنا عمال تعبئه وتغليف، فمش كل واحد النهارده مثلا هيجي هيتحط في حته غير لما يعدي من الحته اللي هو فيها. اكيد. يعني طبعا عامل التحميل ده اللي هو مسؤول عن تحميل العربيات اللي بتسافر والكلام ده كله، طبعا ده بياخد الخبره والمجال الاول وبيشوف اللي قدامه بيعمل ايه. يعني هم مش بيتدربوا، يعني حضرتك مش بتدربهم، هم بييجوا عندهم اصلا خبره؟ لا، في ناس عندها خبره وفي ناس بتتدرب. تمام. يعني احنا اللي هو شغال في مكان قبل كده ده بيدخل على مكانه على طول، بتعمل له انترفيو وبيدخل يتحط تحت الاختبار 15 يوم. تمام. بيشوف هو، لان احنا على ما يعني المنتج لو طلع من المكن واتحط في الكرتونه، بالتالي لازم الانطباع اللي عند العميل بعد كده هو اللي يسود على الشركه. اكيد اكيد. يعني لو في اي غلطه او اي هفوه لازم الشركه هي اللي تتحمل المسؤوليه دي. طبعا. فلازم يكون احنا مختارين ناس على اكفأ وضع وناس ذو كفاءه عاليه في التغليف والتعبئه وفي الانتاج وفي الاشراف الفني وفي التعامل مع المكن، وطبعا المهندسين المشرفين طبعا على الصيانه والكلام ده كله. طبعا. فكل ده المنظومه كلها بتكمل بعض، مفيش ضلع يقدر ينقص فيها. اكيد ما تكملش العمليه. طبعا ما تكملش. طبعا اصغر عامل لاكبر راس في الشركه، كله ده ليه الفضل عليا. انت انسان محترم يا باشمهندس، وتستحق كل خير وعن جداره، وحقيقي يعني الناس هنا في القناه واداره البرنامج لما شافوا ولما اتكلمنا في قصه الكفاح بتاعتك ونجاحك، احنا اصرينا ان احنا نعرض الموضوع بالتفصيل وناخد استفاضه في الموضوع. استاذه شيماء، تسال الاستاذ سعد في حاجه ولا كان المنسي؟ لا 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 استاذ سعد، انا كنت عايزه اسال حضرتك بس على الناس اللي بتجي لكم مش متدربه، بما اننا بنشجع الشباب بتدربوهم تمام عندكم ولا الاول بتاخدوا ناس اصلا عندها خبره تمام في الموضوع؟ تمام. اللي بيتم عندي في الشركه في اداره البيع، اذا كانت اداره البيع محتاجه مناديب مبيعات ومناديب خدمه عملاء،
ايه اللي بيتم؟ اللي بيتم في الموضوع ان انا بنزل على اعلان الصفحه ان انا محتاج مناديب مبيعات في المحافظات كذا وكذا، واحيانا بربط المحافظه نفسها بمده خبره معينه، بمعنى ان انا مثلا لما اجي اقول محافظه بني سويف دي معقل بيع البلاستيك، فانا بطلب فيها خبره مثلا من 3 لـ5 سنين. تمام لان ما ينفعش محافظه بني سويف محافظه عريقه جدا في المجال وكبيره، فما ينفعش ان انا ايه ان انا انزل فيها مندوب جديد ينزل يسوق فيها، فبحتاج ان انا في المحافظه ديت محتاج مندوب خبره ينزل علشان يقدر ان هو يجتاز في فتره قليله. النهارده دي اول حاجه ان انا مثلا بطلب ان تكون من 3 لـ5 سنين دي الفتره اللي هو عنده خبره فيها. طيب علاقه الشركه بالعميل بتنتهي بمجرد شراء العميل للمنتج ولا بيكون في خدمه ما بعد البيع؟ وبالطبع خليني اقول لحضرتك ان انا ادام في اول حلقه او اتكلمت مع حضرتك ان انا عندي خدمه ما بعد البيع، فبعد البيع انا كده بعت وانتهيت، انا عندي اداره اسمها اداره ما بعد البيع. يعني انا بدير العمليه البيعيه، مش معنى ان العميل نزل المنتج بتاعي عنده في المحل ان معنى كده انتهت القصه على كده، لا، بيتم عندي خدمات كتيره جدا بتتم على المنتج الموجود عند العميل، اولها الترويج والدعايه والاعلان. الترويج ان انا بروج للمنتج، لازم نعرف الساده الفنيين في المركز او في القريه او في المحافظه ان انا عندي منتج معتمد، المنتج المواصفات بتاعته مواصفاته عشان يعرف يتعامل مع الناس. بالظبط لو اي حاجه حصلت اساسا، يعني معناها ان لو اي حاجه حصلت في المنتج اللي هم بيشتروه انتوا بتبعتوا حد يصلح ويدير الصيانه بتاع ال اللي بيتم عندي ان مندوب خدمه العملاء بيستلم الشغل بعد ما بيركب وبيتم عليه جميع الاختبارات والمواصفات اللي الشركه بتدرب المندوب عليها عشان يقدر يستلم، يعني الشغل ركب بينزل يستلم مواصفات معينه وبعد كده بيعتمد الشغل اللي ركب ده بشهاده ضمان مدتها 50 سنه. 50 سنة؟ 50 سنة يعني اي حاجه تبوظ يصلحوها لمده 50 سنه. خليني ده 50 سنه يا باشمهندس، يعني عشان الناس اللي بتتفرج علينا ومتابعينا دلوقتي. بالظبط يعني الناس يعني المخرج بيكلمني في الاربيزا اهو بيقول لي الناس عماله تسال ايه اللي موجود. خليني بس اقول لك احب اكمل تكمله للاستاذ سعد. فضل. عن مده الضمان ال 50 سنه. مده الضمان 50 سنه عشان بس نطمن الناس ان كل حاجه معروف ان هي ليها عمر افتراضي. اكيد ما احنا بنتكلم في كده، انا 50 سنه ده رقم كبير قوي. فطبعا احنا اللي بنصنع الحاجه. تمام. واحنا اللي عارفين جودتها. واحنا اللي عارفين ايه اللي يضرنا وايه اللي ينفعنا. اكيد. فطبعا احنا عارفين منتجاتنا ان هي بتبقى مصنعه يعني باقوى قدر من الكفاءه وبتصنع بدقه عاليه جدا وبيتم عليها عمليه اشراف دقيقه جدا من اداره الجوده. فهو ده اللي بيخلينا نتكلم مع الناس بقلب جامد ان احنا ضمننا 50 سنه حقيقي. طيب يا باشمهندس 50 سنه ده على كل المنتجات بتاعه المصنع ولا منتجات معينه؟ عشان برضو الناس بتسال. احنا بنتكلم على منتجات البي بي ار اللي هي انظمه الميه اللي هي انظمه الصرف وانظمه الصرف اللي هي مصنعه من اليو بي بي سي، لان في طبعا منتجات كتيره جدا موجوده في السوق ممكن يكون العمر الافتراضي بتاعه قليل جدا، ممكن ما يكونش ذو كفاءه عاليه، فهم نفسهم بيقول لك لا احنا ما عندناش ضمان. انما يعني ضمان ان انا واثق من منتجي، لان انا مصنع انا مش وكيل. يعني انا لو وكيل بستورد من بره ممكن علاقتي تنتهي بالمستهلك في مده مثلا ايه سنه 2 3 واسحب نفسي من السوق. تمام. واقول خلاص اللي اشترى اشترى واللي راح راح وانا كسبت وخلاص. لا وقتها انا ممكن اقول الضمان اللي انا عايزه. ايوه بالظبط كده. 50 سنه 100 سنه انا مش فارق معايا بقى. وبيحصل مشاكل كتير بسبب لو المواسير ضعيفه او كده الموضوع صعب. لو بالزبط. حصل مشكله بتقلب وساعات بتوقف طرق يعني. هو برضو في نقطه مهمه هنا في موضوع الضمان لازم الناس برضو تكون عارفاها ان شهاده الضمان اللي العميل بياخدها في شهادات ضمان بتاع شركات كتيره بتبقى مختومه خدمه العملاء. ايه اللي يميز هيسرم عن الشركات الباقيه في شهاده الضمان ديت؟ هو ده كان سؤال فعلا جاي. ايه اللي بيميز؟ يعني خليني بس يا استاذ سعد عشان الناس يعني عماله في الكنترول بيسالوا عن المنتجات وعايزين يعرفوا ايه المنتجات. يعني المهندس سيد بس يشرح لي ايه طبيعه المنتجات اللي معانا عشان الناس اللي بتسال. والله يعني ده معانا ايه ده يا باشمهندس؟ اول حاجه احنا كنا اعلنا في الحلقه اللي فاتت بس طبعا ما خدناش الفرصه والفرصه اتاحت لنا في الكلام ان احنا مدخلين انظمه صناعات هندسيه معانا تكمله للشغل بتاعنا. تمام. احنا معانا النهارده موتور ميه وطقم خلاط. موتور ميه ده اللي هو موتور رفع وطقم الخلاط ده اللي هو بيركب في الحمام. تمام. طبعا احنا الحاجات دي مصنعه بضمان هاي سير بتجمعها في مصانع هاي سير. عايز اقول للناس ان ممكن مثلا الناس بتقول لك لا انا طقم الخلاط ده بره بقد كده. يعني بره احنا اولا بندي ضمان على الخلاط 10 سنين، مفيش شركه في مصر بتدي 10 سنين ضمان على الخلاط.
يعني ده تصنيع هاي سيرم، ده تصنيع مصرية. هاي سيرم وباشراف جوده هاي سيرم ما شاء الله، ربنا يبارك لك يا باشمهندس. الموتور احنا يمكن الشركه طب انا عايز افتح حاجه اوريها للناس بعد اذنك معلش. تمام هكمل شرح الموتور واطلع لك الحاجه ونبدا نشرح للناس عليها فعلي. بالنسبه للموتور احنا بتجميعه بيتم في مصانع هاي سيرم. تمام. الموتور احنا بندي عليه ضمان 5 سنين، والضمان بتاعنا ده حاجه موجوده عندنا احنا مش عند اي حد، اللي هو احنا ضمننا ضمان استبدال. تمام. وليس ضمان صيانه. طب انا شايف العلامه المائيه عليها ضمان 5 سنين. تمام. دي بتاع الموتور. دي للموتور. انما الخلاط ضمان 10 سنين. تمام. بندي له شهاده ضمان مختومه بالشركه بختم عليه السجل التجاري والبطاقه الضريبيه بتاعه الشركه ان هو الخلاط ده انت بوظ واحنا نصلح. ايه الثقه الجامده دي يا باشمهندس؟ يعني ايه الثقه الجامده دي؟ الثقه دي جايه يعني الثقه دي جايه جايه من حضرتك من المهندس سيد جمعه ولا من الكواليتي العالي بتاع المنتج؟ والله هم يعني الثقه دي جايه لان احنا ما بنحبش نقعد في مكاتبنا. تمام. اللي هو ايه بقى؟ بنحب نشرف على تصنيع الحاجه بنفسنا. ده ارهاق جدا يعني الناس ممكن أكيد تفكر ده مجهود جامد ان رئيس مجلس الاداره ده بيبعت في المكتب والتكييف وبيؤمر لا انا مش كده. انا لازم اشوف الحاجه بعيني ولازم اجربها واعمل لها اختبارات، وفي المعامل بتاعتنا لازم الاختبارات دي تبقى قدام عيني. تمام. لان المهندس ده يعني عادي ممكن يبقى معاك النهارده ممكن بكره في شركه تانية، فلازم انت تكون ملم بالموضوع. انا لان دي سمعتي انا ودي سمعه مزبوط. شركتي مزبوط. فانا بعمل ل 100 سنه قدام، ما بعملش للنهارده ولا بكره ولا الاسبوع اللي جاي، لا انا بعمل يعني انا كنت دايما ماشي بمبدا ان الشركه باقيه والاشخاص ذاهبون. نعم. الكيان هو اللي موجود، وطول ما الكيان ماشي صح احنا كلنا بنبقى ماشيين صح تحت المظله واللي يتبدل يتبدل مش فارق، المهم الاساس اللي محطوط والحاجه اللي موجوده السيستم اللي حضرتك حطيته في الشغل. فطبعا احنا عندنا الموتور ده بضمان استبدال، يعني حضرتك لو الموتور عندك باظ يعني عايز اقول لك ان معظم الشركات العالميه النهارده لو بتصنع ثلاجات غسالات بوتاجازات حصل عندك مشكله فيها بتاخدها تعمل لها صيانه وترجعها تاني، ممكن الصيانه دي تقعد شهر وممكن تقعد 20 يوم، كلنا مجربين الموضوع ده في البيوت. طبعا. انما موتور الميه احنا بنقول لك حطه في كرتونته وخد واحد غيره. مظبوط. وده عشان جوده منتجنا احنا واثقين منها. طبعا الخلاط ده لو حضرتك عايز تشوفه يعني خلينا بعد الفاصل نعرض الكل. تمام كده يعني الاستاذ سعد برضو كان بيتكلم في حاجه، الاستاذ شيماء كانت عايزه تساله سؤال. كنت عايزه اسال حضرتك بما انك مسؤول المبيعات للشركه، شايف شركه هاي ثيرم فين بعد 5 سنين؟ تمام. خليني اقول لك بس في الـ في الـ في الوقت الحالي في بدايه الشغل احنا كان عندنا اساس ان انت تبقى شركه لسه محدود الامكانيات ونزلت نفسي في السوق في الجو ده، فكان اهم حاجه كان في عندنا نقط اساسيه لازم ان احنا نشتغل عليها عشان نوصل للهدف بعد 5 سنين. كان اهم حاجه ان احنا جوده الخامات بتاعتنا ما تقلش عن جوده الخامات اللي موجوده في السوق علشان ما احش من اول سنه. بالظبط صح. تاني حاجه ان انا يكون عندي طقم مبيعات عالي جدا من الكفاءه ويقدر يوصل اسمي لكل العملاء في كل المناطق اللي هو موجود فيها. كان برضو لازما ان انا اكون البنيه الاساسيه للشركه ان اسمها هيثيرم يتعرف، ما يكونش زيه زي اي شركه موجوده في السوق ما حدش عارف اي امكانيات عنها ولا يعرف اي حاجه عنها. تمام. وحضرتك على درايه اكتر لانك مسؤول عن الصدر والوارد للشركه. فكان هدفنا اللي محطوط خلال الفتره اللي جايه السنه الجايه واللي بعديها والخمس سنين ان احنا زي ما احنا سيستم كامل ابيض واخضر ان احنا نبدا ندخل فروع جديده لشجره صناعيه عريقه ان احنا نتم بقيه المنتجات. النهارده معايا طقم مخلط وموتور وميه، بكره في لسه حاجات كتيره في المجال. هدفنا ان احنا السنين اللي جايه ديت نزود، وطول ما احنا بنزود في المنتجات بتاعتنا ده اكبر دليل ان احنا ماشيين على خطه ثابته وبننجح ومنتجنا مطلوب، وفي نفس الوقت الناس لسه عايزانا، يعني مش واقفين على خطوه واحده وثبتنا مكاننا، لا بنزود ومكملين، وان شاء الله باذن الله الاهداف كتيره جدا. فان شاء الله باذن الله ان الفتره اللي جايه ديت ان شاء الله باذن الله يبقى منتجنا ما ينقصوش اي حاجه. يعني حضرتك عايز تقول ان بعد 5 سنين شركه هاي ثيرم منتجاتها هتكون رقم واحد في السوق؟ بالظبط اتمنى كده، يعني احنا بنسعى جاهدين لحاجه زي كده. احنا يعني السعي والاجتهاد والباقي بقى بيبقى على ربنا في الموضوع، يعني ان المجال كبير حضرتك مش مقتصر على بي بي ار وبي في سي وموتور ميه وطقم خلاط، لا لسه أكيد. في حاجات تانية كتير. فطول ما انت ماشيه والدنيا ماشيه معاكي وبتنجحي وعندك خطوات جديده، طول ما انت ما بتزودي في المنتجات بتاعتك. فعلا بالظبط كده. أكيد يعني أستاذة شيماء، بس هستأذنكم يا جماعة نطلع فاصل ونرجع تاني. فاصل وراجعين.
زي ما انتوا شايفين كده الميه اتغرق الشقه بسبب محابس الميه والمواسير اللي عامله بيها مطبخها، وعشان توفر كانت بتجيب اي نوع وخلاص عشان تمشي امورها. بس كده اوفر يا سلمى؟ ومن هنا قررت تكلم السباك وتتفق معاه يجيب احسن نوع عشان تخلص من مشكلتها، ورشح ليها الشركه المصريه الالمانيه لصناعه البلاستيك هايثيرم، لانها افضل شركه بتوفر مواسير البلاستيك ولوازمها سواء كانت ابيض او بولي. ده غير منتجات مصنعه طبقا للمواصفات والجوده العالميه وصحيه جدا، يعني منتج يتحمل ويعيش معاك، وكل ده بضمان 50 سنه وباسعار مناسبه بالنسبه للجوده اللي بتقدمها. وبكده سلمى ارتاحت من بهدله المايه وغرقان الشقه. انت كمان لو محتاج منتجاتنا في اسرع وقت واي مكان كلمنا على 011 23 26 35 55، وهنكون متاحين لاي استفسار عندك. مع هايثيرم تطويرنا مستمر. ورجعنا لكم تاني اعزائي المشاهدين، وعايزين نشوف مع بعض النهارده منتجات شركه هاي ثيرم. عايزين نشوف فعلا يعني الناس عماله تسال ايه اللي في الكراتين ده يا باشمهندس. يعني حضرتك ده خلاط الميه بتاعنا. تمام. الخلاط ده مصنع في مصانع هاي ثيرم. طب احنا ممكن ننزل تحته الكرتونه كده عشان الكاميرا بس بعد اذنك يا باشمهندس، يعني نخليه فوق الكرتونه. الخلاط ده ضمانه 10 سنين. عايز اوصل حاجه بس للمستهلك اللي هو تمام. ان احنا ايه عشان نشوفه كده يا باشمهندس، انا عايز اشوفه بصراحه يعني كده. تمام كده. ان خلاط الشركات عامه بيبقى مصنع طبقا للمواصفات اللي هي مواصفات الجوده. ما ينفعش يتلعب فيه. يعني ايه؟ يعني ممكن الاقي طقم خلاط بنفس المواصفات دي بس سعره اقل. فالناس لازم تفهم ايه موضوع السعر الاقل والسعر العالي. اولا منتجات الشركات دي عمرها ما تكسب زي المنتجات التانية. اكيد طبعا، لان دي تبقى عليها رقابه عاليه جدا في التصنيع. بالظبط. فالخلاط ده في حاجه منه اسمها انيا. انيا دي بتجيب كانسر. فالناس بتعمل ايه؟ بتخلط الانيا على النحاس وبتبيعه عشان ترخص سعر المنتج. وده انما ما يديش كواليتي، يدي مرض ده بقى على طول. فطبعا الناس لازم تكون واخده انطباع عن المنتجات. منتجات الشركات بتبقى مصنعه طبقا لمواصفات قياسية ومواصفات جودة عالمية، ما ينفعش يتلعب فيها. ما ينفعش، لان انا بيجي عليا تفتيش من هنا ومن هنا ومن هنا. فطبعا لازم بياخدوا عينات من الحاجة دي، يحللوا النحاس. لازم يبقى معاك شهادة جودة للنحاس، لازم يبقى معاك شهادة تصنيع، غير المنتجات العشوائية اللي هي بتصنع تحت السلم. فممكن احنا نلاقي طقم الخلاط ده مثلا اغلى 100 جنيه من الخلاط المستورد. بس الناس ممكن تبص لل 100 جنيه وما تبصش للي احنا بنقوله ده، لان للاسف محدش بيطلع يعرف الناس يعني ايه كواليتي ويعني ايه حاجه معموله بدون رقابه وبدون مواصفات. والحاجات الرخيصه اضرارها ايه؟ يعني احنا ما نسترخصش ونجيب. أكيد لانها طبعاً عليها اضرار تانيه على المدى. اكيد طبعا. اولا الخلاط اللي هو الرخيص ده، يعني انت ممكن تيجي في فصل الشتاء طبعا كل الناس بتشغل سخانات. فالخلاط اللي هو مصنوع من الانيا، انت كتر ضغط الميه السخنه عليه ما يستحملش عوامل الجو. ما بيستحملش. بتلاقي الخلاط اتكسر وهو في الحيطه. فالناس بتستعجل. غير كده يا باشمهندس، معلش انا هقطعك في حاجه. يعني هو اللي بيصين في الادوات الصحيه بالاخص، مش بيصين قطعه واحده. تمام، صح كده. يعني المفروض ان حاجه بتبهدل حاجه بتبهدل حاجه. أكيد. فهو عشان يظبط الموضوع ده لازم يغير اكيد المراحل كلها ويرجع يلاقي نفسه ال 100 جنيه اللي هو وفرها. كتير بهدلت الدنيا عنده. ممكن يحصل تسريب بسبب يعني تافه جدا. الصاموله اللي هي بتاعه الخلاط دي في صاموله في المنتجات الرخيصه بتتعمل بلاستيك، انما في منتجات الشركات بتبقى الصاموله بتاعتنا نحاس صافي. الصاموله دي لو شرخت بس في السنتريك اللي هو طالع من الحيطه من جوه، للاسف بتعمل تسريب جوه الحيطه. ممكن يبهدل الدنيا كلها وما بتتعرفش الا بعد الوقت. ما بتتعرفش الا بعد الدنيا ما تبوظ منها. يعني عشان كده بقول لك هيغير كل الدنيا بقى. وطبعا عشان ترجع تيجي ترجع الخلاط بتاعك اللي هو بهدل لك الدنيا للتاجر، يقول لك لا انا ما عنديش منتجع. انما احنا في هاي ثيرم احنا بندي ضمان 10 سنين على منتجنا الخلاط. بندي ضمان. الضمان بتاعنا اللي هو بنتحمل جميع الاخطاء اللي حصلت في الحمام. يعني حتى لو الخطا جوه الحيطه احنا بنتحمله. لو الخطا من الخلاط نفسه احنا بنتحمل الخطا ده. لو المواسير الصرف دي هاي ثيرم، لو المواسير الصرف ومواسير الميه اللي جوه الحيطه حصل فيها تسريب لا قدر الله، وده من النادر جدا. اولا كل الشركات في الدنيا عندها اخطاء،
ما حدش معصوم من الخطأ. أكيد بالزبط. فطبعا في خطأ بشري، فإحنا ممكن لو عملنا مثلا 1,000,000 حمام في السنة ممكن نتكلم في خطأ مثلا حمام أو 2. تمام. وده بالنسبة لنا الخطأ البشري اللي هو اللي الدنيا كلها عارفاه اللي هو 1 أو 2%. بالزبط. فطبعا إحنا بنتحمل تكاليف الحمام كلها، الصنايعي إحنا اللي بنجيبه، السيراميك اللي بيتكسر إحنا اللي بنتحمل سعره. الكلام ده على الهواء يا باشمهندس. أيوة الكلام ده ما يجيش غير من ثقة عالية يعني جدا. ما انا بقول له الكلام ده على الهواء عشان الناس اللي متابعينا، يعني انا عندي قلق في الكلام ده لو طالع من مندوب او طالع من حد في عشان كده بقول اهو يا جماعه ده ممكن الناس تقلق. مهندس سيد رئيس مجلس اداره الشركه والكلام على عهدته وعلى مسؤوليته. احنا بنتحمل يعني انا حتى لما بيحصل بيني وبين العميل كده لقاء او كده فبقول له انت يعني اقل كوبايه الشاي اللي هي تعملها للصنايعي دي احنا بنتحمل تكلفتها. بل بالعكس احنا بعد ما نخلص كله ده بنقدم له اعتذار من الشركه مختوم بختم الشركه من رئيس مجلس الاداره ومن كل العاملين بالشركه اعتذار للخطا اللي حصل. كويس جدا. تمام. طيب كنت عايز اساله سؤال بعد اذنك مهندس سيد. يا ترى بما ان حضرتك رئيس مجلس اداره شركه هاي ثيرم، شايف بقى الشركه في القريب العاجل ازاي؟ والله احنا بنسعى جاهدين ان احنا نطور من نفسنا الاول. احنا عندنا كل العاملين في الشركه، العاملين بالاخص في مجال المبيعات، يعني عند الاستاذ سعد مشرف مبيعات وجه بحري، عند الاستاذ حسين مصطفى مشرف مبيعات وجه قبلي، الاثنين ذو كفاءه عاليه وشغالين معايا من 2016، هم اخواتي وهم يعني هم سبب النجاح اللي انا فيه، وهم سبب ان هم بيديروا الازمات بطريقه أنا صحيحه. انا سالت حضرتك يا باشمهندس لما بقول لك يعني بتختار الناس اللي بتشتغل معاك بناء على ايه؟ لان انا لما دردشت مع حضرتك قبل الهوا يعني كلكم فكر واحد. بالزبط. الشخصيه قريبه من بعض. مش حضرتك مش حاطط فرق حته رئيس مجلس الاداره ومدير المبيعات وعامل حاجز ما بينكم، لا بالعكس انا شايف ان انت بتعامل ألفة الناس ألفة عندك يعني بألفة واصدقاء مع بعض، ودي حاجه جميله جدا بصراحه. بالزبط. انا لما بدات شغل في مجال التصنيع بدات اخد دورات في اداره الاعمال وبدات اخد دورات كتيره، اللي هو عرفت يعني ايه فرق انك تكون مدير وايه فرق انك تكون قائد. المدير ده اللي بيقول لك اعمل، انما القائد اللي بيقول لك يلا نعمل. وطول ما انت حاطط ايدك في ايد المشرف اللي معاك وايد المندوب اللي معاك وهو شايف ان انت معاه خطوه بخطوه، هو ايه يعني هو هيبذل اقصى جهده عشان خاطر يوصلك للمرحله اللي انت عايزها. يعتبر ان الموضوع يعني حاجته، يعني مش حد بيشرف عليه. انا كده مع كل الناس اللي شغاله معايا، كلهم اخواتي الصغيرين ما شاء الله، كلهم ناس اهل خبره، كلهم ناس محترمين جدا. تعاملاتهم في الحياه الشخصيه انا بتدخل فيها، يعني حياتهم الشخصيه اي حد عنده مشكله شخصيه مشكله اسريه ما عنديش مشكله تماما في التدخل فيها، لان هم في الاول وفي الاخر يعني هم سندي في الحياه. حضرتك بجد بشكر حضرتك جدا، حضرتك مثال مشرف للقائد المدير القائد، مش بس ولا قائد ولا مدير، حضرتك مدير قائد. ناخد راي الاستاذ سعد في الكلام ده. رايك يا استاذ سعد في اللي بيتكلم فيه الباشمهندس سيد؟ والله راي حضرتك كنت بتتكلم فيه هو بتقول يعني ان انا شايف ان انت في روح تعاون ما بينك. دي حقيقه ما شاء الله عليه يعني. وبعدين ودي مميزات القائد الناجح فعلا. وبعدين عايز اقول لحضرتك على حاجه، معانا الباشمهندس سيد دايما مثلا لما بنطرح لما يكون في مشكله في الشغل عموما، وده ما في الشغل بيخلو من المشاكل يعني. دايما الباشمهندس بيشرح بيطرح المشكله الاول تمام، وبعد كده بنبدا نشتغل على الاطراف بتاعتها. ايه المشكله اللي عند التاجر ده؟ طيب ايه المشكله اللي عند المندوب؟ ويبدا ان هو فعلا بيتدخل فيها ويحاول يخلصها بقدر المستطاع بحيث ان هو يراضي الموظف بتاعه الاول وما يخسرش العميل بتاعه، انت فاهم، حتى لو ده هيجي على حسابه. تمام. فدي حاجه انا بصراحه بشكره عليها يعني. تمام. كنت عايز اسال حضرتك يا استاذ سيد، مين من عملاء هاي ثير تقدر تديله 10 على 10 ومية؟ والله انا كل العملاء بتوعنا ناس محترمه جدا، كل العملاء بتاعتنا واجهه مشرفه جدا. احنا عندنا عملاء الحمد لله يعني احنا عندنا في مصر كلها تقريبا بفضل الله في 10 محافظات ما شاء الله. احنا شغالين في قنا، قنا صهاج اسوان اسيوط المنيا بني سويف، شغالين في الفيوم في الجيزه في القاهره ما شاء الله. بفضل ربنا سبحانه وتعالى كل الناس اللي معانا محترمه، يعني انا احب اوجه الشكر لكل العاملين في الشركه اولا من اصغر عامل لاكبر مدير في الشركه، كل الناس دي سبب النجاح اللي انا فيه، كل الناس دي سبب ان انا ابقى موجود هنا.
كل الناس دي تستاهل مني ان انا يعني ايه انحني ليها احتراما وتقديرا من اصغر عامل موجود معايا في المصنع لاكبر مدير. احب اقول شكرا لكل الناس اللي وقفت معايا، اولهم الاستاذ وليد مسعود، ده من محافظه سوهاج، ده اخويا الكبير اللي دايما واقف في ظهري، اللي دايما بيشجعني، وانا بتربطني علاقه قويه جدا بيني وبين الناس بتوعي. انا ما بحبش ان علاقه الشغل تبقى هي اللي سايده العمل، لا، انا احب ادخل الامور الشخصيه معايا في الشغل بس في وقتها. يعني في امور تستدعي انك تدخل الامور الشخصيه معانا، وفي امور تستدعي وقتها. وقتها. فطبعا الاستاذ وليد مسعود بحب اوجه له الشكر، الاستاذ عماد رجب محافظه المنيا احب اوجه له الشكر، الاستاذ عزه العسال اخويا وحبيبي احب اوجه له الشكر، الحاج محمود الطرشاني اخويا الكبير اللي دايما بيديني تعليمات ودايما بيديني توجيهات، واحنا بنعتبره كيما وقام معانا، الاستاذ احمد خطاب محافظ بني سويف اخويا اللي هو يعني دايما مساندني ودايما مساعدني في حاجات كتيره، اخويا الكبير الاستاذ اسامه عبد الله من محافظه القاهره، الاستاذ عيد الاسيوطي، الاستاذ ملاك يوسف محافظه الفيوم، الاستاذ بشور رفائيل محافظه سوهاج، الحاج عامر احمد سالم محافظه سوهاج. انت كده لو ما ذكرتش حد الناس هتزعل منك، خلي بالك. الاستاذ عمار رجب محافظه سوهاج، الاستاذ محمد كمال تمام محافظه سوهاج، الاستاذ احمد مسعود سبوبه محافظه سوهاج، واحمد مسعود ده بتربطنا بيه علاقه قويه جدا. تمام. شخصيه محترمه، انسان مهذب، انسان بيخاف على المنتج، يعني مش عايز اقول لك بقدر ان هو مش محتبر نفسه ان هو تاجر معانا او محتبر نفسه ان هو موزع او كده، لا. انت يا باشمهندس بتحاول يعني تخلي العلاقه ما بينك وما بين العملاء عندك او ما بينك وما بين الموظفين عند حضرتك، بتربطها او بتسودها علاقه الود والصداقه، وبتتحول من حته اللي هي ان ما فيش فرق ما بين القائد وما بين صاحب الشركه وما بين الموظف وما بين المدير وما بين المستخدم. حتى انت بتقول لي انا لما بيجيني حد بيعمل تكون منتجاتي عملت له مشكله، انا بقول له حتى كوبايه الشاي اللي بتقدمها للراجل اللي بيجي يغير الحاجه دي انا استحملها. كمان بيعملوا اعتذار، يعني يعني دي حاجه جميله قوي ان انا اقلب العلاقه دي من شغل وروتين لعلاقه وديه حميميه. بالزبط. دي حاجه جميله جدا. اكيد طبعا. ومعايا برضو اخيرا الاستاذ اشرف فاروق برضو محافظه سوهاج. تمام. كل الناس ديت لازم اوجه لهم الشكر، كل الناس ديت اصحاب فضل عليا، كل الناس ديت هم اللي خدوا بايدي وهم اللي وصلوني للمكانه دي، كل الناس ديت هي اللي نجحت الشركه بمجهودهم، كل الناس ديت هي اللي وصلت الشركه للمكانه اللي هي فيها. لو حبينا نرد جمايلهم كنوز الدنيا كلها مش هتوفيهم حقهم، لان الدنيا كلها مش فلوس، الدنيا كلها مش انت حد جميل ابيع واشتري، حد جميل حقيقي. الدنيا كلها يعني بالنسبه لي وفاك. بالنسبه لي ان انا اتعرفت على ناس محترمه، اتعرفت على ناس اهل كرم، اتعرفت على ناس دايما مسندني، اتعرفت على ناس دايما هم في ظهري. عندي مشكله شخصيه ما بتراجعش 1% ان انا اعرضها عليهم، ان هم يبقى عندي مشكله ماديه ما بتراجعش، وما فيش حد فيهم خذلني في يوم من الايام، ما فيش حد منهم في يوم من الايام قال لا. اكيد عشان الثقه اللي انت عاملها وجسر الثقه والود كمان اللي انت يعني حاطه ما بينك وما بينهم. حد غيرك هو تعامله مع حتى العملاء، مش هقول لحضرتك الموظفين عنده فعلاً. بالتليفون. بالتليفون ممكن يعني في عملاء عند في شركات هم ما شافوش رئيس مجلس اداره، ما شافوش صاحبها، ما سمعوش صوته كتير. تمام. طيب معايا تليفون. الو الو الاستاذ وليد، الاستاذ وليد عارف. مسعود. يا مرحبا بكم استاذ وليد مسعود من سوهاج، اهلا بيك يا استاذ وليد. يا مرحبا بك يا فندم. يا اهلا وسهلا استاذ وليد. وليد مسعود من سوهاج. اهلا بيك يا استاذ وليد. حضرتك عميل عند المهندس سيد ولا ايه؟ لا والله. موزع في محافظه سوهاج. موزع محافظة سوهاج، ماسك محافظة سوهاج وجنا والاقصر واسوان. ما شاء الله. ما شاء الله. استاذ وليد يعني ايه رايك في الثقة، في الثقة اللي بيتكلم بيها المهندس سيد؟ أول حاجة رحب بحضرتك وبالسادة الضيوف. أهلا بيك، منورنا يا أستاذ وليد. الله يخليك. مهندس سيد جمعة عبد الوهاب والأستاذ عوض، الأستاذ سعد عوض. أهلا وسهلا أستاذ وليد. الله يخليك، وأنا مبسوط جدا النهاردة إني بكلم حضرتك. اتفضل يا أستاذ وليد، احنا معاك. أنا بسأل حضرتك بقول لك يعني منين الثقة اللي جايبها المهندس سيد؟ ايه رأيك في المنتجات؟
والله المنتج منتج هاي السيرم بصراحه عالي جدا وخامه محترمه، والحمد لله يعني من اول ما اشتغلنا في المنتج ما فيش اي شكوى ولا جات من المنتج، ومتابعات طبعا مستمره من فريق العمل على الفنيين والموزعين. الكلام ده حقيقي ولا انت بتجامل المهندس سيد عشان انت موزع معاه بقى ولا ايه؟ لا والله والله الكلام بقوله ده بجد، يعني بصراحه خامه عاليه جدا، والمهندس سيد شخصيه محترمه جدا. دي حقيقه، دي حقيقه فعلا. الله يخليك. وبعدين الحمد لله فتره بسيطه يعني قدرنا نوصل المنتج في محافظه سوهاج وقنا والاقصر واسوان، وده طبعا بسبب توجيهات. تمام يا استاذ وليد، تحب توجه كلمه للمهندس سيد؟ خطأ استاذ وليد. شكرا يا استاذ وليد، الخط قطع. مهندس سيد يعني الاستاذ وليد من الناس اللي انت شكرتها دلوقتي تقريبا، صح كده؟ استاذ وليد اخويا الكبير. تمام. بتربطني بيه علاقه قويه جدا، علاقه اسريه وعلاقه شخصيه وعلاقه اجتماعيه قبل ما جميل الحته اللي انت عاملها دي، صدقني جميله قوي والله. هم محدش ينكر دايما نكر الجميل عمره قصير اكيد، فطبعا من لا يشكر الناس لا يشكر، يشكر الله. نعم. فطبعا كلهم كل الناس ديت اصحاب فضل عليا، وكل الناس دول هم يعني سند بعد ربنا سبحانه وتعالى. طب هو بيشكر كتير الناس اللي حواليه والناس اللي سندته ما شاء الله، وده سبب نجاحه، ده سبب النجاح فعلا، ان هو في سن صغير ما شاء الله ناجح ومدير مجلس اداره ما شاء الله، ربنا يوفقه. طيب استاذ سعد، يعني انت كراجل مدير مبيعات ويعني اللي داخل واللي خارج وايدك في المطبخ ده، تمام، انت شايف كرؤية مدير المبيعات ايه اللي انت محتاجه من جمهور؟ خلينا نتكلم على حتة بتاعة المصنع او النطاق بتاع المصنع، ايه اللي انت محتاجه من جمهور مدينة العياط اللي المصنع فيها، تمام، وايه اللي انت محتاجه من الجمهور اللي انت قاعد قدامه؟ اولا انا هبدأ بالجمهور الاول، حابب ابدأ بالجمهور الاول، الناس اللي سمعانا دلوقتي شايفانا وكده. النهارده الناس لما بتيجي تنزل تشتري منتجات او تشتري حاجه، دايما الناس بتروح على اسم معين وعلى جهه معينه، ومحدش بيفكر يبص مثلا للمنتج اللي طالع جديد او الاسم دايما الجديد في السوق، كله مركز مع الاسم القديم، بالعلم ان المنتجات الجديده ديت نفس الخدمات ونفس الجوده بس سعرها يمكن تكون اعلى، لانها عايزه تثبت نفسها في السوق. بالظبط. انا عندي في الهيسيرم في المبيعات بشتغل بالمعادله الصعبه، الجوده العاليه والسعر القليل. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، كل اللي حضرتك سمعته قوي قوي يعني، يعني محتاج مجهود جامد. اقول لحضرتك على حاجه، ان كل اللي حضرتك سمعته من اول الحلقه ده قصاد ان الاسعار بتاعتنا اسعار متوسطه جدا جدا جدا. برافو، برافو. كواليتي عالي وسعر قليل. لا برافو. وده بيخلينا بنيجي على هامش الربح بتاع المصنع، ودي بقى الرؤيه بتاعتنا اللي بعد 5 سنين، ان انا ما ببصش لمكاسب في الفتره الحاليه قد ما ببص ان انا بوجد سوق لنفسي، بوجد عميل مستمر موجود معايا، اقدر اقدم للمستهلك منتج، المستهلك يكون عارف ان الهاي سيرم منتج محترم، الضمان بتاعه معتمد، دي الارضيه بتاعتي في الوقت الحالي، وكمان سعرها مناسب للناس، لان فعلا كله ساعات كتير بيحتاجه، وده اللي انا بسعى عليه في الوقت الحالي دلوقتي فعلا، وجوده كويسه بالظبط، كان انا اقدر احافظ على جوده الخامات بتاعتي، منتجي ما يقلش، يبقى دايما في زياده، الاسم بتاعي يسمع، الانتشار بتاعي يكون انتشار عالي جدا. النهارده بتكلم في 10 محافظات، بامل من ربنا ان خلال 5-6 شهور كمان اكلم حضراتكم ان احنا شغالين في 15 محافظه او 17 محافظه، وكل الناس اللي بتبدا هي بتبدا على قدها، قد ما احنا بفضل الله ربنا كرمنا جدا جدا ان احنا نوصل لكده في سنتين. الناس بتقعد تسوق لنفسها وتروج لنفسها سنتين قبل الشغل، النهارده بنتكلم ان احنا شغالين فعلا وبنطور في منتجاتنا ومستمرين في شغل في 10 محافظات، لا ومكملين واشتغلنا فعلا وشغالين وجاهزين لاي شغل، يعني احنا موجودين على ارض الواقع والمنتج موجود وكله شغال تمام. يعني مهندس سعد، مهندس سيد، عندي لحضرتك سؤال. هل عندنا المقدره لتوريد منتجات شركه هاي ثيرم للمواقع والمشاريع اللي بتنشئها الدوله في الوقت الحالي؟ احنا بفضل الله عندنا كفاءه ان احنا مغطيين العشر محافظات، وقصاد العشر محافظات اللي احنا مغطيينهم عندنا انتاج يغطي 10 محافظات تانية في المخازن عندنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى. تمام. احنا بفضل الله دخلنا في مشروعات كتيره، دخلنا برضه في العاصمه الاداريه، ودخلنا في المنيا الجديده، ودخلنا في بعض المشاريع، واحنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى
المنتج بتاعنا حاصل على شهادة الايزو 9001 وحاصل على الابنية التعليمية وحاصل على اعتماد المركز القومي للبحوث. فده اللي اهلنا ان احنا ندخل اي مشروع واحنا ورقنا جاهز، الدنيا عندنا جاهزة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. احنا قادرين ان احنا ندخل في اي مشروع مهما كانت كفاءته ومهما كانت قدرته. بشمهندس، يعني استفدت من اي دعم بتقدمه الدولة للمشاريع متناهية الصغر والدعم اللي بيقدمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب اللي زي حضرتك؟ وطبعا الدولة واقفة معانا بكل ما اوتي من قوة، بتدعم الشباب، بتدعم الناس اللي زينا. عامة احنا كشركة صغيرة لابد من الدعم ده ان يكون موجود معانا. يعني عندنا مبادرة السيد الرئيس اللي اطلقها في 2017 او 2018 اللي هي الفايدة 5% على القروض اللي هي للمصانع. طبعا دي اتاحة كبيرة جدا للشركات ان الناس تقدر توسع دائرتها، ان الناس تقدر تشتغل. بس انا دايما بحب ان انا امشي واحدة واحدة، محبش ان انا يعني ايه اطلع السلم مرة واحدة. لا، طول ما انت بتطلع بتلاقي قدامك عقبات. بدراسة يا باشمهندس. طبعا بدراسة وكل حاجة. طبعا الدولة موفر لنا حاجات كتيرة جدا، موفر لنا الخامة اللي احنا بنشتغل بيها بسعر كويس، موفر لنا التسويق، موفر لنا حاجات تانية، يعني موفر لنا اللي احنا نقدر نشتغل بارتياحية. تمام. طيب استاذ سعد بقى، عشان يعني الناس برضو بتسال كتير قوي على الموتور ده، يا استاذه شيماء بعد اذنك احنا عايزين نتعرف عليه بقى. يعني الموتور ده كم حصان؟ انواعه ايه؟ التركيب الداخلي بتاعه ايه؟ الموتور ده قوته 1 حصان. تمام تمام. هنشيل ده بقى كده يا باشمهندس عشان نظهر، خليه فوق. تمام. ونشوف ده يا جماعه الموتور مع اللي معانا. الموتور ده 1 حصان قوته، الاكس بتاعه السلس، الملف بتاعه نحاس، ده التركيب الداخلي بتاعه. المواصفات ايطاليه بصناعه مصريه. تمام. الموتور ضمانه 5 سنين. نهج الصناعه عندك ايه يا باشمهندس؟ فرنسيه ولا ايطاليه ولا المانيه ولا ايه؟ احنا بنشتغل في البلاستيك على المواصفات الالمانيه. دايما المواصفات الالمانيه في صناعه البلاستيك هي رقم 1. تمام. انما في الصناعات الهندسيه دايما الصناعات الايطاليه هي رقم 1 موجوده معانا. يعني احنا بنشتغل بناخد الاحسن من كل جهه. مش لازم نشتغل على نهج معين. بالزبط. يعني ماده البوري بروبلين احنا بنستورد الخامه بتاعتها من كوريا. دي خامه R200، اعلى خامه موجوده في السوق. عشان كده انا بقول لك احنا الضمان بتاعنا احنا واثقين من منتجاتنا، لان احنا اللي بنصنعها. ما بنخليش حد يصنعها لنا ويجيبها لنا فاحنا مش عارفين اللي جوه الكرتونه ايه. تمام. ممكن يكون الشكل والجوهر كويس بس الداخلي مش كويس، التركيب الداخلي مش مظبوط. فبالتالي انت لما بتكون مصنع الحاجه بايدك او انت جاي عند الحاجه بمواصفاتك انت، فدايما بتبقى شايف الصح والغلط فيها. تمام. بالنسبه للموتور بتاعنا زي ما قلت لحضرتك تكمله لكلام الاستاذ سعد، الموتور ده قوته 1 حصان، رفع الموتور 30 متر، الموتور بضمان استبدال وليس ضمان صيانه، بندي عليه ضمان 5 سنين، 2 سنين استبدال. يعني ده شقق مؤسسات مصانع يمشي يعني يقضي. بالظبط كده. بس يعني ايه، مش هنقول برضو عشان خاطر احنا نكون صادقين مع الناس زي ما قلنا في اول الحلقه. تمام. الموتور ده اللي هو بيستخدم يعني مثلا في بيت لحد 4 ادوار، يعني شغال بيت 4 ادوار محترم جدا. قصاد سعره، يعني سعره عايز اقول لك ان هو ممكن يكون اقل سعر موتور موجود في السوق. غير الضمان بتاعه، احنا بنتكلم في ضمان استبدال ما بنتكلمش في ضمان صيانه. يعني اللي هيشتري يا باشمهندس الموتور اللي هو من هاي سيرب، تمام، على عهدتك الكلام مفيش صيانه، يبوظ واحنا نغيره. يبوظ وهو يعني يحطه في الكرتونه تاني ولا لازم الكرتونه ولا الكرتونه بالكرتونه بس؟ تمام. هيحطه في الكرتونه وياخد واحد تاني من عنده موجب شهاده الضمان. طبعا شهاده الضمان دي حاجه اكيده. طيب بعد اذن حضرتك بس كنت عايزه اسال، هو لازم حد من الشركه هو طبعا اللي بيروح بيركب؟ لا، وبيمضي على الضمان زي عند حاجات كتير بتمشي كده. احنا عندنا حاجه في الشركه اسمها اداره خدمه العملاء. تمام. احنا عندنا اي فني واي سباك يركب من اي جهه، احنا ما بنحجرش حاجتنا على حد معين. تمام. هو بيركبه ويسلمه شغال لصاحب البيت، بيبلغ اداره خدمه العملاء ان هو ركب الموتور ده في المكان الفلاني. المندوب خدمة العملاء بيطلع يعين ان الموتور ركب. بنفس الطريقة اللي بتوافق عليها او الاشتراطات بتاعت المصنع. اكيد طبعا. توصيل الكهرباء مظبوط، ضغط المية بتاعه مظبوط، المجموعة اللي هي راكبة عليه مظبوطة،
فبالتالي احنا نروح ايه ماضيين على الضمان ومدين للعميل او المستهلك الضمان بتاعنا. طيب يعني عشان يعني احنا بصراحه الاسئله كتيره وكل حاجه، واحنا يعني عايزين نتكلم في اكتر من حاجه، بس ان شاء الله يعني عشان بس عشان وقت حلقتنا، انما انا عايز حضرتك توجه رساله للشباب اللي بيتابعونا دلوقتي، والشباب هنعمل فيهم ايه؟ الشباب اللي قاعده على القهوه مستنيه تبقى رئيس مجلس اداره ولا مدير بنك كده. انا ما فيش حلقه بيكون معايا وجهه مشرفه زي حضرتك يا باشمهندس السيد الا لما اسالك السؤال ده في عجاله عشان احنا وقتنا انتهى. اتفضل. والله انا زي ما قلت لحضرتك، قلت لك الشباب عامه لو عايز تبقى حاجه لازم تركز ولازم تخطط ولازم تذاكر ولازم تاخد دورات ولازم تنمي من نفسك. طبعا قعده القهاوي وقعده الكافيهات وقعده السايبرات كلها دي ما هتجيبش نتيجه. اكيد مش هتجيب نتيجه. انا عايز اقول لكل شاب طموح عايز يبقى حاجه من جواك، شوف انت عايز ايه واعمله، ما تخليش حاجه توقفك، اعمل الحاجه حتى لو هتخسر. مفيش نجاح بيجي من اول مره. بالزبط. دايما النجاح بتبقى عواقبه فشل في الاول والتاني، بس التالت عمرها ما هيكون فشل. كل فشل احنا بنتعلم منه. اكيد طبعا. مش من اول فشل انطلاقه نجاح، لان ربنا سبحانه وتعالى دايما هو يعني ايه بيسدد خطانا، احنا بنسعى وربنا هو اللي بيكمل لنا الحته الثانيه اللي فاتت. ان فعلا. شاء الله. يعني احنا كان نفسي حلقتنا اطول من كده باشمهندس سيد، والاستاذ سعد نورتوني النهارده، والاستاذه شيماء اللي قدمت معايا برضو الحلقه. انت نورتيني النهارده يا استاذه شيماء، وعايزين وعد من حضرتك يا باشمهندس، اي منتج لهاي سيرم جديد يبقى حصري في اخبار بلدنا ان شاء الله. شرفتني ونورتني النهارده استاذ سعد، شرفتني النهارده. اعزائي المشاهدين، دمتم في رعايه الله. كان معكم سيد يوسف شيماء عبد. شكرا.